سيادة المقاومة تدرس الرد الحتمي على اغتيال القائد الشهيد الأستاذ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رحمه الله، ونحن نؤكد أن هذه القضية لن تمر مرور الكرام، وأن العدو الصهيوني بعد ارتكابه هذه الحماقة وهذا الغباء سواء في اغتيال القائد الكبير الشهيد إسماعيل هنية قائد الحركة أو حتى في استهدافه للضاحية الجنوبية سيدفع ثمنا كبيرا مقابل ذلك، ولن نستطيع أن نتحدث عن طبيعة وكيفية الرد الآن، نترك هذا الموضوع للإخوة الميدانيين، هم الذين يحددون طبيعة الرد وحجمه.